هذا السؤال بيقول: يريد فهد أن يختار موقعا مناسبا لبيع تذاكر مباراة كرة قدم، عين النقطة P على الحائط بحيث تكون المسافة التي يسيرها شخص ما من النقطة A إلى النقطة P ثم إلى النقطة B أقل ما يمكن. يعني نبغى نعين نقطة على الحائط نسميها P بحيث تكون المسافة من A إلى P وبعدها B أقل شيء. يعني نبغى المسافة AP زائد المسافة BP أقصر شيء. طيب هنسوي زي ما سوينا في المثال، نسقط عمود من أي نقطة، هنا نختار النقطة B مثلا ونرسم انعكاس النقطة B، يعني هذه المسافة حتساوي هذه المسافة وبرضو هذه المسافة حتساوي هذه المسافة، لأن محور الانعكاس هنا صار هو العمود المنصف للقطعة BB شرطة، بالتالي أي نقطة تقع على العمود المنصف تبعد البعد نفسه عن طرفي القطعة. يعني هنا نقدر نعوض، بدل المسافة BP نقول المسافة B شرطة P لأن المسافتين متساويتين. يصير هدفي الآن أشوف فين ممكن تكون النقطة P بحيث تكون المسافة AP زائد المسافة B شرطة P أقصر ما يمكن، يعني طول هذه القطعة زائد طول هذه القطعة لازم يكون أقصر ما يمكن. نحن نعرف أن المسافة المستقيمة هي حتكون أقصر مسافة بين النقطتين A و B شرطة. يصير خلينا نحط الثلاث النقاط على استقامة واحدة، يعني النقاط A P و B شرطة حتكون على استقامة واحدة، وفي هذه الحالة حنحصل على أقصر مسافة بين الثلاث النقاط. إذا نحط ال P في هذه النقطة بحيث تكون على استقامة واحدة مع ال A وال B شرطة.